السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعه مباركه، اختي تدخل عليكم بالصحه والسلامه. انا اختكم انا خدامه هنايا، كنصور اختي رفيزه. هذا النهار هذا الجو بارد شويه وطايحه اختي الشتا، الجو عرفتي تغير البارح، عرفتي شموجات شموجات. هذا اليوم شويه صباح البرد. ايوا قلت اختي هذا النهار هذا غير ديال رفيزه، ما كانش عندي الدجاج شوني عجزت وغسلت وداكشي، قلت صافي اختي اليوم غادي نقاد هنايا شويه ديال رفيزه. وهنا راه عجنت بعدا كي بديت هنايا بالعجينه، جينا الطحين كتكثر الطحين على الفينو، واللي كندير انا فيها كندير فيها العجينه واحد المعلقه دراس الحانوت، باش كتجيني اختي من السما. الرفيزه كلها كتجي من السما، حتى اختي الرفيزه راه هي راس الحانوت والحلبه والعدس والثومه ومزيودات ديال الحرم والخبار في راسك. عبد الرحيم قلت له راه غادي ندير الرفيزه، قال لي اه والله الا هذا نهارها. هو ما عندوش معاد المسمن بزاف، هو عزيز عليه ديال الحشره، الحشره واخا طيبيها له كل نهار ياكلها. قال لي والله الا عبرتي هذا النهار، قلت له ديال المسمن. قال لي راه حيدي عليا، جاب لي الله ديال الحرشه. خويا النوبه انت ديما عزيزه عليك الحرشه ديال امي الحرشه، الفيزه الحرشه. اليوم اخويا راه غادي نديرها انا ديال المسمنات. توحشت شحال هادي الصراحه ما كليتها، شحال هادي ما درتها، حتى في النص ما درتهاش. حنا قاعدتنا في وزان ولا جباله، يعني نهار النص ما كنديروش كسكس ولا شي حاجه، كنديرو رفيزه. هاد العام هادي ما درتهاش. صافي غادي نكمل هنايا الكويرات، بديت بيهم هما الوالو بحال يطلقوا. اختي راه عجنت هنايا غير في الثيرموميكس، عارفين اختي مع الثيرموميكس خفان زربان. بالنسبه للبنات هنايا جيت نفكركم بلابليكاسيون ديال ساندويف. ساندويف البنات اللي كتصيفطوا فيها الفلوس للمغرب وكتربحوا فيها 10 الاورو، ابليكاسيون واعره البنات. يعني راك شايفيني شحال مره بارطاجيتها معكم، والحمد لله عمرها حشمتنا مع الناس. الناس كيصيفطوا فلوسهم كياخذوهم في وفاكاش ولا في الشعبي في بلس اف و وفاكاش وكاش بلس. كاش بلس يا ربي الحبيب، كاش بلس. المهم ها هي كتبان لكم هنايا، انا اختي راه كيتخلطوا ليا، راه كيبان لكم هنايا التطبيق، يعني فين غادي تستلموا الفلوس ديالكم. الكود برومو هو كيبان لكم كوثر 01. اي واحد بغى يرسل الفلوس للمغرب ابتداء ما يجعل كيما تصيفطي غير 10 اورو كتربحي 10 اورو، صيفطتي 20 اورو تربحي 10 اورو، صيفطتي 30 اورو تربحي 10 اورو. يعني شحال ما صيفطتي داك ال 10 اورو كتربحيها، واللي زوين انك كترسلي الفلوس فابور للمغرب، يعني ما كتخلصيش عليهم بتاتا بتاتا. صيفطي منو بلول الله يجعل كيما تصيفطي 10 مرات في الشهر ما كتخلصيش عليهم، ما كتحتاجيش انك كديبلاصي هنا وديبلاصي هنا وسيري وقصري الغازوال وديري. انا قلت لكم قبل كنت كنمشي حتى البلوه، دابا اقسم بالله كرامه كرامه. وحتى الناس ديالنا هنايا يعني جيران وداكشي والله الا قالوا لي هكا وصار هنيت هنا ما بقى يعرفك حد لا شحال صيفطتي ولا سيري وديبلاصي سيري بقاي شادي النوبه. صافي اختي كتدخلي تليفونك كديري لابليكاسيون ديالك كتصيفطي بها، كيجيك الكود توت سويت لا انت ولا الشخص اللي مصيفطالي، حيت كتعمري لي زانفورماسيون. واللي زوين انك الا صيفطتي لنفس الشخص المره الاولى وبغيتي تصيفطي المره الثانيه، يعني كلشي كيبقى مسجل، جوست كديري المونطون اللي ولا كارت السيجور ديالك، يعني كتبقى مسجله كلشي، ما كتعاوديش حتى شي حاجه. جوست كديري غير السميه والكنيه كطلع ليهم صافي، كديري اونفواي داك المونطون اللي بغيتي. وصالات عندنا بابليكاسيون واعره كما قلت لكم داك النهار، راك شوف رمضان يعني رشيد ولي دار ليهم اشهار في دوزيم، يعني حتى هما يعني مضمونه مليار في المية. كما قلت لك الله يجعل كيما تصيفطي غير 5 اورو غادي تربحي 10 اورو، ومصيفطه دائما فابور على طول العام، تصيفطي الفلوس فابور ما تخلصي عليهم لا حتى شي حاجه. شحال هذيك لا بغيتي تصيفطي غير 100 اورو كنتي تخلصي عليها 50 اورو كنا نخلصو عليها، دابا ما كتخلصي حتى شي حاجه، كتصيفطي فليساتك فابور اختي للمغرب. يا اختي يا شكون فحالك اللي بغات اختي في هاد العواشر هادي، ولا اللي كيديروا هكاك شهريات لوالديهم، ولا اللي عندهم الزوجات ديالهم في المغرب، يعني اللي كتصيفطوا فلوس بزاف، يعني كتنفعكم هاد الابليكاسيون هادي بزاف بزاف بزاف. المهم الفيديو اللي شارحه فيه كيفاش ترسلي الفلوس، كيفاش تدخلي الكود برومو، حيت الا ما دخلتيش الكود برومو ما تصيفطيش فلوس فابور وما غاديش تربحي 10 اورو. ضروري ديري الكود برومو باش ترسلي وباش تستافدي. غادي نخلي لكم الفيديو لوليان ديال لا فيديو، يعني اللي شارحه فيه كلشي، دايره لكم صور وفيديو كيفاش تدخلي الابليكاسيون، كيفاش تيليشارجيها، كيفاش تدخلي الكود برومو. غادي تلقاوه ايبانغلي في صندوق الوصف البنات، في اول تعليق غادي تلقاوه. المهم كويدات نكمل هادشي ورجع معاكم. هنا صافي البنات دابا غادي ندوز الرفيسه ديالي، ها هي البنات.
هنا عندي البصله، البصله مع قطه ديال المعدنوس وشويه ديال الثومه، كديرهم هما الواعله. غير اختي الدجاج، الدجاج على حسب افراد الاسره ديالك. نشعلوا اختي البوطه واحد الراس حيت كتعاد غسلت هنايا الريوس مزيان. صافي، غادي ندير اختي الزيت البلديه والزيت الروميه. هاجي يا الزويته، او راس الحانوت يا اختي، كلشي على راس الحانوت كيجي فيها يا اختي، كتحمقي على داك الفيسه براس الحانوت، ريحتها كتولي تشميها منين ومنين. سكين جبير. غادي ندير اختي الخرقوم، هنا اختي عندي معلقه ديال الحلبه، ضروري اختي الحلبه ضروري ومؤكده، كتعطي اختي بنه. عندي هنايا البزار، وعندي هنايا اختي السمن، ضروري اختي من السمن، شي شي الفلفل بلا سمن تشعل لي بزاف غير شويه، معلقه هكا ديال السمن. وهنا غادي ندير شويه ديال الخرقوم، هذا الزعفران يعني كيبقى اختيار، بغيتي اختي ديريه بغيتي ما ديريش، المهم انا غادي ندير شويه صافي. هذا الخرقوم هذا ما كيلاخذليش بزاف، هانتوما قبصه قبصه بين يدي. وهنا اختي غادي ندوزو راس الحانوت، عزيز عليا اختي راس الحانوت انا بزاف بزاف، هانتوما عندي واحد المعلقه كبيره هنايا ديال راس الحانوت. ندير اختي هنايا ميها، نخلي اختي هادشي يتقلى ليا، وعاد المره نسد على الدجاج. بالنسبه لحبيبتي العدس والثومة غادي نطيبهم بوحدهم، هانتوما تشوفوهم معايا هنا البنات. صافي دابا غادي ندوز باش غادي نطيب العدس. دابا غادي ناخذ شويه ديال لاصوص من هنايا، كتكون مبنه بالدجاج وبالحلبه، هي اللي غادي نطيبو فيها العدسه ديالنا. حتى العدس البنات راه ما كناخذش لاصوص دابا، واحد ثلاثه د المغيرفات. هنا غادي نرجع على الدجاج نخليه يكمل الطياب ديالو. بالنسبه للعدس ها هو راه مغسول ومنقي، اش غادي نضيف عليه؟ غادي نضيف عليه حتى هو راس الحانوت، كيجيني بنين هذا العدس لواحد الدرجه ما تصوروش، عرفتي طيب براس الحانوت وعطيريا، حتى هو سكين جبير. كنضيف فيه شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الجزيره وزويته بالديه زويته روميه جزيره، صافي زويته بالديه. هنا راه كنزيدو شويه د الماء باش كيطيب على خاطرو، وغادي ندير اختي هذا الرويس هذا ديال الثومه هكا صاير، وكندير الملحه البنات هي مليحه، وكندير اختي مزيودات ديال الحار، ها هو حتى المزيودات يا اختي المزابه ما داروش مزيودات الحار، كلشي ولا مزيودات. صافي غادي نزيد هنايا ميها وغادي نخليها اختي طيب. هنا بالنسبه للمرقه غادي ناخذ اختي معلقه وندوق واش نزيد لها مليحه ولا نخليها. بسم الله صافي مليحه اي شويه صافي، وغادي نخليه يطيب. هنا البنات اختي راه حتى كملت عاد تفكرتكم هنايا، انا راه صافي طلقت هنا المسمنات ديالي اختي، راه في الاخر جهدت البوطه باش اختي نفك اختي، راه زماني جا الجوع. ها اختي ها هو هذه هي الاخره، كنبقاو نديروا البنات وحيده فوق وحيده، وانتم حتى كنكملوا المسمن ديالنا كامل. هنا راه العجينه راه كندير فيها البنات شويه دراس الحانوت، راه ديجا شاركت معكم مليحه وشويه دراس الحانوت، راس الحانوت كيعطيها البنه. صافي كنعجنها نشكلوها كويرات، وانا اختي كنبدا كنخبز فيها. ها
ها هو انا عزيز عليا اختي مسمن يكون محمر ديال الفيزا، ما عزيزش عليا يكون يعني خضر. هنا بديت كنفرتت، ها هو ندير عاوتاني هذا. هنا العديسه راه هي طابت ليا البنات، الدجاج درتو ليه يتحمر، حمرته مع شويه ديال الزبده في هذا في الفران. وهنا اختي غادي ندوز الفرتات على الخيار هذا وندوزو اختي نسقيو. صافي الحبيبات ديالي راه هي طابت هنايا، نزيدها غير شويه الفرن ونفرتها وندوزو نسقيوها. هنا البنات صافي دابا غادي ندوز نسقي. اول حاجه باش تجيكم الرفيسه هكاك مسقيه زوينه خاصكم ديروا لاصوص هي الاولى بحال هكا. كديري اختي المسمن ديالك، هانتوما كتجي مشربه ماشي كتجي كتكبيها كانو عاد تكبي لاصوص من الفوق، ما كتجيش مشربه مزيان انتي هكا. وعاد ديري عاوتاني هنايا لاصوص. هنا غادي نوريكم العديسه البنات، حيد اختي هذا الربيع هذا ما غادي نديرو به سخون اختي بلاتي ونوريها لك. ما لقيتش اختي داك العديسه مع الثومه كتجي يا سلام يا سلام. هنا عاوتاني البلور كنحط شويه بزلافه، اللي بغى يزيد البلول. انا ما عزيزاش عليا مشربه بزاف، شويه ماشي ناشفه ولكن ما تكونش هكا كتقطر عرفتي، مع الحلبه ما شهيتكم اختي واللي كتوحم اختي تسمح ليا واللي قريبه ليا تجي عندي مرحبا بها نصوبها ليها. هنا صافي دابا غادي ندير عاوتاني التفريشه ديال المسمن، هذه هي التفريشه الاخرى، وكنسقي وندير اختي الدجاج ديالي والبيض ونزين اختي بالعديسه. ايوا اختي تشوفيها في الشكل النهائي. هنا البنات صافي انا كملت اختي التسقيه ديالي، شوفوا ما شاء الله كيفاش جات غزاله غزاله. هكا ملي كديروا العدس بوحدو يعني ما كترونش ليكم، ها نتوما والدجاج اختي والبيضات. ايوا اختي حقك في الجنه، نتغدى ان شاء الله ونرجع معاك. هنا البنات صافي تغديت عرقت هنيت رفيسه، مشيت اختي جبت شويه ما خليونيش حتى نجبد. جاء اسلام خاصني ندير الكره، ديتو الكره جيت صافي صليت دابا العصر، عاوتاني خاصني نمشي نجيبو. قلتو بزاف البنات كنلقى لي كومونتير ديالكم يعني سمحوا لي يعني ما جاوبتكمش، مي انا غادي نجاوبكم اختي في الفيديو. بالخصوص البارح هو البارح تاعين يعني ملي شفتو يعني خارجه يعني كندير ليكرون بزاف يعني كيسولوني كاوتاش من ليكرون عافاك الاسئله اللي كيجوني حتى في تيك توك، ليكرون والحجبان، ليكرون والحجبان اش كديري حجبتك واش كتراسيهم باش واش دايره التاتواج واش دايره الميكرو بليديشن. كنقول ايوا لا باقا ما دارش اختي الميكرو بليديشن، غادي نديرو قريب ان شاء الله. باقا كنقلب فين غادي نديرو، كناخذ لي زانفورماسيون كيفاش كيدار واش كيدار واش ما كيدارش. اختي اللي ساكنه هنا في اورليون، اللي ساكنه حيت قالوا لي كاينه شي وحده في اورليون كتصرعهم، اللي ساكنه اختي في اورليون الا كتعرف شي وحده كدير ميكرو بليديشن يكون واعر يعني زوين، تواصل معايا اختي، تواصلي معايا في الكومونتير ولا دخلي عندي الانستغرام ولا جي اختي التيك توك ولا سيري هزي النمره التليفون. والمهم اختي عتواصلي معايا. بالنسبه انا اختي ها انا ديما باش كنقاد هنايا حجباني، انا كما قلت لكم شحال هذه القصه كانت صغيره طحت وداك الشيء وخبار فراسكم، يعني عندي ضربات في حجباني ضروري خاصني انني نهاد عن طراسي ولا ما طراسيتهمش. كيجيوني اختي الثقبات في حجباني ما فيهمش الزغب، كتعرفوا الضربه يعني ملي كتحل ما كيبقاش ينوض فيها الزغب. هنايا كناخذ هذا البنات، هذا عاد خديته هو البارح، خديت هنا غير واحد مولف اختي فين ما مشيت كيكون اخذ ربعه. عرفت راسي قررت انني باغا ندير ميكرو بليديشن، سي بوغ سا يعني خديت هنا غير واحد. ها هو النمره 3 هو اللي كنصاوب به حجباني هنايا، هذا النمره 3 كيكو النمره 3، ها هو اللون ديالو، ها هو باقي ما استعملتو زعما. ها هو المارون ديالو زوين البنات، لي وجههم بياض وشعرهم هكاك زعر، يجي معاكم هاد لا كولور واعره واعره واعره. غير انا صافي طلع لي فراسي الكخيون كتاخدي الوقت ملي تكوني خارجه خاصك توقفي وتبقاي تقادي، كديري اختي هذاك ميكرو بليديشن وكتهني مخك يعني ما كتبقايش تعطلي. كيهني والله انا كنت خايفه من نوع عرفتي شحال وانا باغا ندير، ورا كثر من عامين وانا شهر كيجوني شهر، عام كيجوني العام، وليت شويه كنخاف شويه عاوتاني اختي جاتني مع البنيه والميزانيه والخبار فراسك.
ايوا اختي قول دابا لا 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 خاصني كوصل ضروري نديرو باش اختي انتهينا. بالنسبه لهذا ليكرون البنات اللي كندير هذا راه باقي لي من عام الاول دابا اختي تنكملو عاد نشري وحده اخرى اختي من اللي الحوج وباقي البنات عامر يعني هذا كيضرب ليا انا عام بحال كناخذ واحد في العام. هنا البنات كندير افين هي افين ديال الخمسين راه كاينه افين ديال المية هذا بحال بحال فيه واحد النسبه ديال الفوندو طان يعني كيخلي لك الوجه ديالك بياض ما كتشدش فيك الشمس مره في مره في مره في مره. هذا يعني واعر واعر عرفتي انا شحال عرفتي شحال من عام وانا كنستعمله يعني ما كيخطانيش. هذا افين ديال الخمسين ما تاخذوش ديال الماء اولي ديال الماء ما تديوش ما تاخذوش ديال المية ديال المية بحال هو ايكرون ولكن غير ايكرون بوحدو يعني ماشي ما فيش واحد النسبه مثلا ديال الفون تاعي اللي كتخلي لك وجهك بياض. هذا افين ديال 50 واعر في الفارماسيان يعني كيكون شويه زايد على الباغافارماسي ولكن كتكون زايده داك 3 اورو وداك 2 اورو 4 اورو يعني ما كيفوتهاش. هذا انا كناخذو ب 16 اورو لا ما كانش زاد انا كنهضر لكم على عام نون نتوما عارفين اختي هاد الزيادات هادي راه حتى هذا راه يكونوا زادوا فيه على والله اختي شحال وصلوه يعني باقا ما خديتوش باقي لي يعني دابا باش نقضي تيقرب يتسالى ليا عاد باش ناخذ واحد اخر كنت كناخذو ب 16 اورو ولكن في باغا فارماسي واقيلا راه ناقص شويه حتى في المغرب راه ناقص ولكن انا كناخذو اختي من هنايا كتعرفوا ديال المغرب كاين شويه ديال الترافيك وكاين بزاف ديال التخربيق كيجيبوهم غير من عطورات وكيحطوهم فارماسيان انا شفتهم بعيني ولا ماشي كلشي واحد لا فارماسي واحد سيت كنخدم فارماسيان شتو كيتقضى من هذا كيتقضى من العطورات وكيديو كيستفهم في الفارماسيان يعني شفتهم بعيني هادو في المغرب ما كنهضر لكمش اختي هنا ايوا هو هذا اختي ديري ليه كابتيل ديكرون والكريون ها هو ديري ليه حبيبتي كابتيل ديكرون ها هو كيكو النمره 3 ما نكذبش عليكم اختي عييت والله حتى عييت وبان فيا العيا حيت بدينا كنجمعوا داكشي بان فينا العيا بزاف 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 وتدركنا وليت كندخل ونخرج في الهضره بزاف عيني حتى هما عيا. دابا ما نكذبش عليكم غادي نمشي نجيب اسلام من لونطريمون ديالو وغادي نمشي نتلاح صافي حتى الغدا الصباح ان شاء الله والله يا خوتي ما قديت نكمل العشيه ديالي واش المساخ اللي رخاوني ولا تدقديقه ولا العلم لله. المهم اختي ما كملت لكم هذا الفيديو هذا غير بزز والله ها ليكم ها الكريون وسير اختي هذا جهدي عليك هذا جهدي عليك سير اختي حتى الغدا ان شاء الله ونتلاقاو.